مدينة الرستان، 25/1/2014. مرحبا يا عمو. أهلين. عمو، ممكن تعطينا الأوضاع الإنسانية في مدينة الرستان؟ وقصف ودمار بالدبابات وبالقذائف وبالطيارات، كل نهار قصف، يعني ما مهدوا، كل نهار بيبعتوا طيارة بقذف تقذف كم صاروخ بالثلجة. طيب، عم بيجيكم خبز، غاز. ما بيجيله. طيب، شايفك رايح على المدرسة لابس شنطة، في مدرسة يعني بالرستان؟ ما في مدرسة، ما الجو. ايوه. طيب، شو بتوجه كلمة لبشار الاسد عمو؟ الله لا يفقه، الله لا يفقه، الله لا يخليه. قصفنا اهل البيوت وخلانا نقعد على الارض، خلانا نقعد على الارض، ما في هلا، صرنا قاعدين على الارض كل نهار قذايف، ما عم نهدوا، شي نروح نطش هيك هيك، العالم صارت تخاف، صار تسمع صوت مدور دغري تخاف، لأنه صوت الطيارة نفس صوت هيك السيارة. صرنا نتخبى، صرنا نتخبى بدور العالم، ماشي، والعالم يجول عنا. يعطيك العافية يا عمو. مدينة الرستان، 25/1/2014.